تاني حاجة هنتكلم عليها النهاردة ازاي تتخن، ودي في مشكلة بتواجه ناس كتير جدا بتسألني ازاي اتخن في رمضان، وناس كتير بتقولك صعب اللي انت تتخن في رمضان. هو بس الصعب اللي انت تتخن في رمضان الحاجة الواحدة، الويندو بتاعت الاكل بتاعتك القليلة، فانت ما تقدرش تدخل الكالوريز كلها اللي انت محتاجها. يعني انت مثلا محتاج الكالوريز اللي انت محتاجها عشان تثبت وزنك مثلا 2000 سعرة حرارية او 2500 سعرة حرارية، فانت عشان تتخن لازم تاكل فوق ال 2500 سعرة حرارية ب 500 كالوري او 600 كالوري، يعني مثلا تاكل لك بتاع 3000 سعرة حرارية يعني، والوقت قصير ان انت تاكل فيه 3000 سعرة حرارية. بس هو برضو هنتكلم عن الحاجتين، عن التمرين بتاعك وعن اكلك. التمرين بتاعك بلاش تمرين قبل الفطار خالص، خليك بعد الفطار برضو زي ما قلنا، بس احسن ان انت تتمرن بعد الفطار، يعني نفس يعني بعد الفطار بعد ما تاكل، يعني تعمل زي ما قلت تشرب مية في الاول، تاكل مستين، تقعد شوية تشرب مية، تاكل اكلك اللي انت المفروض تاكله، تستنى مثلا من ساعة لساعتين وتتمرن. بس يعني لو عايز الوقت هيبقى قليل ومش هتعرف تتمرن، خليك زي ما انت برضو تتمرن بعد الفطار على طول، تشرب مية، تاكل مستين، تستنى شوية تنزل تتمرن، وبعد كده ترجع تاكل. بس الأكل بتاعك هيكون ايه بقى؟ أكيد طبعا مش زي اللي هيخس. الأكل بتاعك بتزود بروتين، بتزود الكربوهيدرات، بتقلل الفاتس خالص. خلي الكربوهيدرات بتاعتك تاخدها مثلا من الهول ويت، يعني تاخدها مثلا من الرز البسمتي، المكرونة بس مش البيضة اللي هي بتبقى البني، تاخدها من الخضار، لازم تاكل خضار، تاكل بقى بروتين بكل أنواعه، تاكل كربوهيدرات على قد ما تقدر، يعني كل كربوهيدرات، كل رز بسمتي كتير. بس احسب اكيد تعمل تراك للماكروز بتاعتك عشان ما تتخنش قوي او تزود الفاتس قوي، اي حاجة بتزيد عن حدها ما بتفيدكش، بتضر.